بسعدنا يكون معنا من إحدى المشاركات في مسرح حكاية من تونس رائدة قرمازي مزيد. عسلامة. عسلامة. كيف حالك؟ الحمد لله شكرا. إن شاء الله الإقامة طيبة في الأردن. كتير كتير طيبة الحمد لله يا ربي. الحمد لله. سعيدة جدا بالاستضافة، وكان لي الفضل أني نزور الأردن لأول مرة. والطريف الأمر أنه مش عمان فقط اللي كان فيها فعاليات المهرجان، يعني فعاليات المهرجان كانت في محافظات عديدة من الأردن. أمس كنت زرت الغور وزرت جرش، واليوم إن شاء الله مش نزور الكرك. يعني كانت لي فرصة كبيرة أني نتعرف على الأردن كاملة، وهذه فرصة بالفعل. نشكر يعني مسرح البلد ومهرجان حكاية والأمانة العامة اللي بالأردن. شكرا. طب بما أنك أنت دخلتي بالموضوع هيك من الآخر، إحنا كنا ما نحكي بس قلبتيها، احكي لنا مبارح كيف كانت زيارتك لغور المزرعة؟ هو من اللي بلشت، يعني من اللي بدأ من اللي بدأت الرحلة وأنا تعديت على البحر الميت. هذه نحكي سياحة، معناتها كيفاش أنه الثقافة والسياحة والتواصل بين الشعوب حاجة مهمة برشا في الحكاية. يعني هذه من تجربتي الشخصية، يعني حكايتي الشخصية في رحلتي باش وصلت للغور. المكان كان في مبادرة ذكرى، والجمهور اللي كان جمهور ريف، جمهور متعطش، والله تحية مني للجمهور اللي أمس كان كل أهلنا في غور المزرعة. أكيد جمهور كان كثير متحضر وكثير متعطش للحكايات وللثقافة، لدرجة أنه أنا على الأول كنت متخوفة، قلت اللهجة التونسية مش توصل. لا، مش صحيح، اللهجة ما كان لها حتى اعتبار قدام الحضور اللي كان موجود، وكيفاش تقبلوا الحكايات وكيفاش حبوهم وعشقوهم، ولدرجة أنه البطل والبطلة حسيتوا في كل مرأة أنا البطل حكايتي المزيان يعني الجميل. كل ولد كان يغزر لي يتخيل روحه ونحكي عليه هو مزيان، والمرأة منيرة، يعني منيرة هيك زي الأضواء، كانت تنظر وتقول أنا هي البطلة متاع الحكاية. يعني أنا استمتعت حقيقة. يعني مهم الحكوات يستمتع وهو عم بسرد القصة، صح؟ أكيد 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 أكيد. طيب يعني خلينا ننتقل من الأرياف نيجي على المدن، كيف لقي الجمهور في مسرح البلد في مهرجان حكاية؟ مين جمهوركم؟ هو كل الناس. كل الناس عم بيكون في جمهور، لأن الحكاية انتهت. يعني احنا نشكر مسرح البلد انه عاد لنا ملتقى الحكاية ليعرف الناس بأهمية الحكاية. بالفعل هو يعرف الناس بأهمية الحكاية، لأنه إنسان ما يحكيش راهو ما يعيشش. تأثر على شخصيته؟ أكيد. الإنسان اللي متعلم يحكي راهو إنسان متعلم يسمع. لما ينصت للآخر، يعني مش ياخذ تجربة الآخر ويضمها لتجربته، وهكيك مش يثري شخصيته أكيد. ولما يثري شخصيته يجب يكون موجود بين الآخرين ويظهر لي هو إنسان فاعل وإنسان عنده ما يقول، دونك يتواصل. والتواصل هذه أهم حاجة في الإنسان وأهم حاجة في الحياة كاملة. صحيح. طب انت معك حكايه. معك حكايتين الصراحه. طب ايش الحكايه اللي عم بتقدميهم؟ العرض اللي نقوم به اسمه ألف حكايه في حكايه، هو عباره على حكايه الام اللي هي منيره تبحث عن المزيان زوج المستقبل. وهو في حقيقه الامر منيره رمز الشعب المتعطش للامان، والمزيان هو الرجل بما معناه الامل المفقود والحلم الضائع. اي هيك صورتي لنا الرجل. أي الامل. أي الحلم الضائع. أي والامل المفقود. حلو. ومنيره هي الشعب اللي يركض وراء هذا الامل ليوصل له، لكن هي ما وصلتلوش. في ساعه حبيت نقول راهو باش توصل الامل لازمك تؤمن بذاتك وتؤمن بقدراتك، ومن بعد كل صعوبه مش تواجهك ما توخرش بالتوالي، تمشي لقدام بالذكاء والحبكه والرصانة، لأن هي منيرة تعشق الحكايات. في كل مطب تخرج منه بحكاية، في كل مثل شعبي تنطقه يلزم المثل الشعبي يكون راهو أصله حكاية تحكيها لين توصل أخيرا للمزيان وتفوز به. حلو. طب احكي لنا حكاية. إيه طبعا. هذه بداية الحكاية، هي تحب تحكي
وهو يحب يحكي، هي تحكي 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 تحكي، وهو يسمعها تحكي ويستناها توفى باش يحكي. هي حكايتها تبكي وهو يسمعها يغربل وينقي. في كل حكاية تلقى المرأة. اي نعم، انا موجودة في برشا حكايات. مثلا ثم الحكاية اللي تحكي على المرأة المزيانة كيفي، وفما زيادة الحكاية اللي تحكي على المرأة الزعبانة والمرأة الفتانة. اما هيكوما حكايات انا ما حبش نحكيهم، خاطر هذوكم الكل يتسميو نساء. لا مش نساء، خاطر تذكر اللي في كل حكاية يلزمك تلقى شكون؟ شكون تلقى؟ راجل. اي راجل، اي والله بالحق. نعم، في كل حكاية ثم الراجل. يا سيدي، ثم حكاية الراجل اللي مثلا يحكي على الرجولية، ثم الراجل الدجال تسي بعد باهي باهي، ثم الراجل اللي معناته راجل ونص، وهذوما الكل يتسماو نساء. رجال. الرجال والزمان نساهم في المنام. المرأة والراجل راج 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 راج، المرأة راج 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 راج. المرأة والراجل حكاوا عليهم برشا في الخرافات اللي تعدى وفات زعما يرجع، اللي تعدى وفات زعما يرجع، اللي تعدى وفات زعما يرجع. ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعلتي نتوجع زعما يرجع. يرجع يرجع كيف ما يرجع الفرطط من النار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح للحقل اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه. نرجع لك حير ومهني انتي وقلبي اقوى مني. بام بام. برافو عليك يا رائدة. شكرا. ايش هي لك كان لازم يكون في مهارات عند الحكواتي؟ يعني صوت حلو، اسلوب حلو، اداء كمان يتمكن انه يعمل يمسك لعبتي، يعني شو مهاراتكم؟ هي المهارات كيف ما نقولوا 20% من مضمون الحكايه. انه الحكواتي الاصل متاع وجوده هي الحكايه، يعني يحب يوصل رساله عبر الحكايه. كيفاش يوصلها؟ هذيك راهي تعطيه معناتها نكهه، وتعطي زاده نكهه للجمهور لانه يزمو يستمتع. تعرف احنا عصر تلفاز وعصر كمبيوتر وعصر انترنت، ويعني تشوف في كل الشعوب يعني ديما الديابل الشيطان اللي بالايد، يعني كيف انت تستطيع انك تخليه يتبعك ويسمع الحكايه للاخر، لان هيك هي غايتك انت في النهايه. الهدف انه توصل العبره نتاع الحكايه نتاعك للمستمع، يعني كيفاش يقعد يسمعك للاخر، هذاك يلزمك شويه مهارات اكيد. ست رائده، بتعتبري عصر الانترنت والتلفزيون ادى الى يعني شوي هيك الحكايه راحت؟ حتى نحن ما بنحكيش مع بعض، ما تحدش انسي الحكايه، هو مجرد حديث ما في بالبيت، كل واحد قاعد مع أماكن معينة. أي بالفعل هذا هو، يعني كل حد ولا منغلق على ذاته، منغلق على تجربته، يعني هذاك التفتح والانفتاح على الآخر بدون الوسائل الجديدة للاتصالات، هذه كارثة يعيشها الإنسان حاليا. يعني العودة إلى الحكاية، وشكرا لمسرح البلد، وشكرا لهذا المهرجان اللي بالإضافة أنه عاد اعتبار الحكاية في الشعب العماني والشعب الأردني بصفة عامة، لأنه حب التواصل مع البلدان المجاورة للأردن، واستضاف مصر واستضاف تونس واستضاف
سوريا وفلسطين، هذه حاجة أنا نشوفها يعني تواصل على أبعاد بعيدة يعني، وهذه حاجة مهمة مهمة جدا. نحن بالأفلام القديمة اللي كنا نشوف فيها الحكواتي دائما منشوف الحكواتي درويش حقيقة، منشوف زلمة كبير درويش، أمي حتى ما بعرف يقرأ ولا يكتب، ولكنه بيحكي بيحكي أحسن من الناس اللي مثقفة على رأي أخوانا بتوع المدارس اي والله صح. فيعني كيف هلا عم نشوف ناس مثقفين متعلمين زيك هيك عم بيكونوا هم الحكواتية؟ بالفعل يعني الحكاية أنا ما حسيت بأهميتها كان ما تعديت على بارشة تجارب. يعني كانت بدايتي مسرح، عملت 23 سنة مسرح، وكنت ديما أطلع يعني أمثل شخصية معينة يعني شخص فقط. وبعد معناتها خدمت في الإذاعة وعملت زيادة تمثيل عدة شخصيات في الإذاعة، ما بنسمع بس ما بنشوف صورة. وبعدين رحت على التلفزيون وعملت برنامج فيه 30 حلقة اسمه حكايات بلا حدود في التلفزة الوطنية 2. يعني اكتشفت بعد التجارب هذوما الكل اللي الحكواتي وظيفته أقوى من المسرحي وأقوى من الإذاعي وأقوى من التلفزة، لأنه يمتلك الفنون هذه الكل، لأنه يجب شوية بساطة اللي تعلمناها من الجدة وقت حكي، والأم اللي تحكي لنا وإحنا قبل ما نرقد في الليل، وأهمية أني وقت نسمع حكاية قبل ما نرقد للصغار راني نرقد نوم عميق وما يجيونيش كوابيس. وبعد كبرت شوية بتجربتي في المسرح اللي هي مواجهة الجمهور، ومن بعد كيفاش في الإذاعة تبديل الأصوات، وبعد في التلفزة كيفاش الصورة الجميلة اللي تطلع على الشاشة، هذاك الكل كان لي معناتها تجربة كبيرة باش نقول والحمد لله وصلت للنقطة المهمة في حياتي اللي هي الحكواتي راهو الملك تاع الفنون الكل. نحن سعيدين جدا بلقائك رائدة قرمازي مزيد من تونس، وبرشا حبينا أدائك وحبينا الحكواتي اللي في داخلك. شكرا لك، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. شكرا، مرحبا، شكرا.